بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع جديد ايزي بوانيت. اليوم ان شاء الله غنشوفوا جوج الحوايج في تي اس كيو ان تاع الاس كيو سيرفر، يعني كيفاش نكريو اون باز دو دوني، وكيفاش واشنو هو لو شيما في تلقاو لي باز دو دوني، يعني فاش بغيت نجي انا نجبد لا باز دو دوني تاعي فين بغيت نلقاها، وكيفاش نسجلها في البلاصه اللي بغيت انايا. دونك باش نصاوب اون باز دو دوني ضروري خصني فهم تي اس كيو ال، يعني في هاد الفورماسيون غادي نطرقو سولمون للتي اس كيو ال، يعني باش نكري اون باز دو دوني سون اسيستون، يعني بلا اسيستون نكري اون باز دو دوني نحطها فين بغيت اتسيتيرا. دونك باش نكري اون باز دو دوني تيخصني كرييت، ديما كنستعمل لو مو كرييت داتابيز. داتابيز يعني بندير عندها اون باز دو دوني، كنعطيني نوم دو باز دو دوني ديما بوان فيرغول في الاخر، كنزيد جو لتحت او لا ما نزيدهاش ما تياتيش شي تاثير. ابخي عندي الا مشيت نشوف غادي نلقى عندي بان اون باز دو دوني، الا مشيت للشوما كنلقى عندي جوج الملفات، جوج واحد سميتو تيست بوان ام دي اف، واحد سميتو تيست اندرسكور لوغ بوان ال دي اف. كل واحد غادي نشوفو لاش كيليق فاش نوصلو لا دو دوت نت، وامتى كنستعملو كل واحد فيهم. دابا غادي ندوزو ليس كيو ال سيرفر، نديرو واحد ليسي. مي قبل ما ندوزو ليس كيو ال سيرفر غادي نمشيو نشوفو لون بلاسمون اللي لقينا فيه دوك لي فيشي ديالنا تاع لا باز دو دوني. غنمشي للسي، تمشي بروغرام، غادي نمشي لماي اس كيو ال، هيا مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر، تمشي ام اس كي اكسبريس، تمشي للداتا. ها هما طلعت عندي، طلع عندي لي فيشي ديالي، يعني تيست و تيست لوغ. دابا غادي نرجعو للفي بي، لحظة ماشي غادي ندير عندي هيا تيست 3، وفي هنايا عندي هيا تيست 1، ولكن علاش عندي هنايا تيست 3 وعندي هنايا تيست 1؟ هنا غادي نشوفو فاش في الفيديو الجاي كيفاش نبدلو لو نون نتاع اون باز دو دوني سولمون في وسط الفي بي، يعني ما كنبدلهاش هنايا في لون بلاسمون ديالها، يعني في البلاصه فين كاينه ما كنبدلهاش، ولكن سولمون كنبدلها لو نون في الفي بي، يعني الا بغيت ندير اون كونيكسيون ولا شي حاجه مع لي سكيو سيرفر، عفوا في وسط لي سكيو، باش الا بغيت ندير كونيكسيون مع سكيو سيرفر كنستعمل هاد لو نون عوض داك اللي كاين عندي الخارج. المهم تمشي ديما نيو كويري، غادي ندير كرييت داتابيز جيت ات ايزي 1 بوان فيرغول، قلنا جو اكزيكوتي، او بقول لك كوموند هيا كومبليت كومبليتد سكسسفلي. غنمشي ندير ريفريش كما العاده، هيا جيت ات ايزي 1. نرجع للدوسي ديالي، لاحظ معايا غادي نخرج ونعاود ندخل للداتا، هيا جيت ات ايزي 1 تكريات ليا جيت ات ايزي 1 وجيت ات ايزي 1 لوغ. دابا انا ما بغيتهاش تجي هنايا، بغيت نحطها باغ اكزومبل في السي نيشان، جيت كون عندي في السي باغ اكزومبل ندير شي توصي هنايا نسميه باز دو دو دوني، وبغيتها تكون هنايا لا باز دو دوني تكون عندي في هاد الفيشي هذا. كيفاش غادي ندير في لو مود في تي اس كيو ال؟ دونك غادي نمشي ندير كرييت داتابيز، غنسميها باغ اكزومبل كيتيت ايزي 2. غادي نجي هنا اش غادي ندير؟ غادي ندير اون ونفتح قوس، وغادي نجي هنا وندير اون لوغ ونفتح اقواس، ونجي هنا في الاخر ندير جو. دابا هنا اشنو غادي نعطي في هاد اون واشنو غادي نعطي في هاد اون لوغ؟ هنايا كنعطي دو بارامتر، البارامتر الاولاني كندير نيم كتساوي لي، وكنعطيها باغ اكزومبل شي نيم تومبوري، غنعطيها باغ اكزومبل حيت عندي فا جي دي، حيت يكون عندي بوان ام دي اف. بارامتر تاني كنعطيها فايل نيم، وكنعطي لو شومان في بيت نحطها، بنحطها باغ اكزومبل في سي دو بوان باز دو دوني سلاش، ومنعطيها واحد السمية هو جيت ات ايزي 2.mdf. دابا غادي نرجع لون لوغ، اشنو غادي ندير؟ غندير نفس لي بارامتر
نيم كيساوي لنا جي اف، يعني get it easy دو عفوا هنايا اف وهنا دي. ابخي شنو غادي نمشي ندير؟ فايل فايل نيم كيساوي ليا وشنو غنعطيها نفس الشمه، بيكون اختلاف واحد. انا غادي ندير اشنو هما الشمه اللي عندي، هما عندي ام دي اف و ال دي اف. نرجع نتاكد مزيان مايكروسوفت اس كيو اس سيرفر داتا ال دي اف ام دي اف. نمشي لاس كيو اس سيرفر غادي ندير اندرسكور لوغ. كيف خرج عندي هنايا ماجيسكيل اولا مينيسكيل؟ مينيسكيل لوغ بوان ال دي اف صافي. نمشي دابا ندير اكزيكيتي، عطاني ايرور، طلعت كاتب ليا ليفل ستيت 1 يعني ستيت 1 لا لين 3، عندي ايرور في لا لين 3. لوغ اون ماشي اون لوغ، لوغ اون. دابا نمشي ندير اكزيكيتي، قالت ليا كوموند كومبليتد سكسسفلي. غادي نرجع للسي، نرجع للسي، طلع دابا باز دو دوني، ندخل باز دو دوني، طلع عاود كري عندي جيت ايزي 2 و جيت ايزي 2 لوغ. دونك هكا باش كنكري اون باز دو دوني فواحد لو فيشي اولا تنحطها فين بغيت انايا في البيسي ديالي عن طريق تي اس كيو ال. في الفيديو الجاي غادي نشوفو ان شاء الله كيفاش نبدلو لو نون تاع اون باز دو دوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.